بداية الشيء اللي فينا نذكره أنه كعلم جينولوجيا مصطلح جينولوجيا من وين إجا وكيف فينا نعرفه، يعني شو هي جينولوجيا ولماذا. يعني الشيء اللي فينا نذكره هون أنه أكيد ما في شيء انطرح أو ما في شيء إجا من نتيجة أنه من عدم أو من ولا شيء. الشيء اللي فينا نذكره هون أنه جينولوجيا انطرحت عن طريق الفيلسوف الكرديل القائد عبد الله أوجلان. يعني فينا هيك نذكر أنه انطرحت من قبله ب 2018 بكتابه المجلد الثالث تبع السوسيولوجيا الحرية. فهون الشيء اللي فينا نذكر أنه لشو انطرح هذا الكتاب، لشو مثلا القائد ذكر كلمة جينولوجيا ومشا شو مثلا طرحت هاي الكلمة. فالشيء اللي فينا نذكره هون أنه مثل ما هو المعروف أنه السوسيولوجيا الحرية يعني علم الاجتماع، هو انطرح من قبل الفيلسوف أو العالم أغوست كونت. فيعني نحن ما بنرد هذا العلم، يعني ما بننهي أو ما بنقول أنه شيء ما أنه موجود من الأساس. يعني الشيء اللي فينا نذكره هون أنه هذا العلم انطرح من قبل أغوست كونت، إنما يعني ما حل كل المشاكل الموجودة بالمجتمع، بالعكس يعني تفاقمت هاي المشاكل. يعني عن طريق فينا نذكر أنه مثلا مشاكل المجتمع يعني ما لقى حل، يعني بغض النظر أنه حلت كتير مشاكل، بس المشكلة الأساسية اللي هي بضمن المجتمع مثل ما نحن بنذكر أنه هي مشكلة المرأة ما انحلت، وكمان مشاكل الاقتصادية، مشاكل المجاعة والفقر والجوع من هاي الهجرة، يعني كل هاي المشاكل ظلت هيك بدون حل. فشي اللي نحن فينا نذكره أنه جينولوجيا ليش جينولوجيا مشان شو مثلا أنه انطرحت هاي الكلمة، يعني هي ما رح نرد أنه نرد علم الاجتماع، إنما يعني رح تكون بديل. يعني المشاكل اللي بقت بدون حل، مشاكل اللي كانت بدون حل فنحن رح نلاقي لها حل، يعني رح تكون جينولوجيا هي بديل علم الاجتماع. يعني فينا أنه هيك نسميها أنه بديل علم الاجتماع، وهي رح تحل المشاكل الموجودة بالمجتمع. فمثل ما ذكرنا اغلب المشاكل يعني من لما نقارن يعني من عصور البدايه، يعني فينا نقول انه عصور طبيعيه مثلا، لما نقارن هذا الشيء ليومنا هلا بنلاقي انه كثير في فرق. فانه بوقتها انه كان المجتمع يعني كومينالي، يعني بياسس حياته او المجتمع يعني بيعيش بطريقه كثير صحيحه وسليمه. فللاسف مع مرور الوقت ومع تاثير فينا نقول انه الرأسمالية والسلطة والدولة الموجودة هون، فكتير تأثرت مثلاً أنه الطبيعة الاجتماعية اللي المجتمع عايش فيها، وهذا الشيء مع الوقت خلق مشاكل كتير. فجينولوجيا فينا نسميها، فينا نقول أنه هي علم الحداثة الديمقراطية، علم الحياة التشاركية الحرة، حياة الحرة النادية. وأول شيء فينا نذكره وقت نذكر الجينولوجيا علم المرأة، فنحن بس نذكر كلمة المرأة ما بنذكر بس أنه هي خلص كامرأة، يعني هي نحن بنعتبر أنه كلمة امرأة أما تسمية امرأة هي جاية من الحياة. يعني طبعا بالنهاية الشيء اللي فينا نذكره هون أنه هذا العلم رح يكون بديل العلوم الموجودة، يعني نحن على ثقة على أمل أنه نحن من خلال تطبيقنا لهذا العلم، يعني من خلال عملنا عليه يعني وكشغلنا، يعني نحن واثقين أنه رح نقدر نتغلب على المشاكل الموجودة بالمجتمع ورح نقدر نلاقي لها حلول، يعني مثل ما ذكر القائد كمان بكتابه.